بالحديث إذن عن الذكرى السادسة لإفشال محاولة الانقلاب في تركيا وتأثير هذه الذكرى في واقع البلاد ومستقبلها، معنا من اسطنبول طه عودة أوغلو الكاتب السياسي التركي، مرحبا بك. أستاذ طه، إذن 6 أعوام على نزول الأتراك وإحباط الانقلاب، كيف أسهم يوم 15 من شهر تموز في صياغة تاريخ جديد لتركيا؟ تحياتي لك في البدايه للساده المشاهدين. يعني اليوم كما ذكر رئيس تركيا رجب طيب اردوغان، تركيا تحولت الى عهدين، عهد ما قبل 15 من تموز وبعد 15 من تموز. كانت هناك محاوله، هذه المحاوله هو اعاده تركيا الى الوراء، ولكن كان المفاجاه الكبرى في 15 من تموز قبل 6 أعوام هو نزول الشارع التركي على خلاف العمليات الانقلابيه التي حدثت منذ بدايه القرن الماضي. كانت هناك محاولة لإنقاذ الحكومة الشرعية، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال 6 أعوام كما ذكر الرئيس اليوم رجب طيب أردوغان في كلمة له في إسطنبول. تحولت تركيا إلى يعني مكانة أو تبوأت مكانة كبيرة في المنطقة، ليس في إقليمية ولكن دولية، وهذا ما تبعناه خلال الأعوام الأخيرة الماضية. إن كانت في ملفات إقليمية شائكة، هي كانت طالعة ورقم صعب ومهم جدا في المنطقة. تركيا حاليا تستعد للاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية التركية في العام المقبل، وهناك خطوات وإنجازات ومشاريع ضخمة تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة الماضية. وأعتقد أن اليوم الاحتفالية التي جرت في إسطنبول وعلى الكبير من المدن التركية وحتى خارج تركيا هي دلالة واضحة على أن الشعب التركي هو يقول بأعلى صوته لا عودة للانقلابات مرة جديدة. كيف استفادت حكومة العدالة والتنمية من هذه التجربة، تجربة يوم 15 من تموز، على المستوى السياسي الداخلي والخارجي وحتى على المستوى الأمني في الداخل؟ يعني من دون شك أعتقد يعني كانت هناك يعني خلال الفترة الأخيرة الماضية حتى قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة، يعني كانت هناك الصلة ما بين رأس الهرم والقاعدة والشارع التركي هي كانت قوية جدا، وهذا ما تبعناه بأن الشعب التركي هو أراد أن يستمر بهذه الحكومة الشرعية، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. يعني تماما بأن ما حدث خلال العقدين الماضيين من إنجازات داخل تركيا لم تتحقق في أي عهد من الرؤساء والزعماء الذين جاءوا إلى تركيا. تركيا تحولت كما أشرت لك أو اختلفت اختلافا كبيرا عميقا خلال الفترة أو العقدين الماضيين على المستوى الداخلي، والأهم والأهم على المستوى الخارجي والإقليمي، أصبح الشغل لها بالبنان. لذا أعتقد أن الهدف أو التجربة التي خاضها الشعب التركي هي عادت له بالنفع، وأقصد هي إنقاذ والتصدي لهذه يعني الفئة أو الإنقلابيين الذين حاولوا يعني إعادة تركيا إلى ثمانينات القرن الماضي. وحاليا تركيا كما أشرت لك بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان هي تستعد لتركيا أو الكبرى، وخاصة كما أشرت لك العام المقبل هو الذكرى المئوية، وهناك إنجازات تحققت والكثير من الإنجازات بخصوص هذه المئوية في بخصوص هذه المئوية، يعني هناك مشكلات اقتصادية في تركيا، إلى أي مدى تمثل تحديا لتحالف الجمهور، ولماذا يركز أردوغان على انتخابات 2023؟ يعني التصور أعتقد يعني الأزمة الاقتصادية، نعم يعني هي أزمة، وأعتقد هي النقطة الأساسية التي تقلق الحزب الحاكم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن يجب علينا أن نلزم أن هي أزمة عالمية بالدرجة الأولى. هناك جائحة كورونا مرت بها المنطقة والعالم أجمع، هناك الحرب الروسية الأوكرانية تداعياتها ليس على دول معينة ولكن على دول العالم ومنها تركيا، ولكن تركيا هناك محاولات قبل الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان يعني التعافي والعمل على
يعني انقاذ ممكن انقاذه من الاقتصاد الذي يعني وصل الى مرحله يعني حقيقه خطيره خلال الفتره الاخيره الماضيه، وهي المعضله الاساسيه التي سوف تواجهه في الانتخابات المقبله. ولكن على كل الاحوال يعني بين القوسين هناك حاله من يعني الثقه لدى الشارع التركي لدى حكومته ولدى يعني قيادته، على الرغم من الاوضاع يعني التي وصلت فيها البلاد خلال المرحله او الفتره الاخيره الماضيه. لذا اعتقد ان تركيا حاليا بقياده الرئيس اردوغان هي تستعد لهذه المرحله، وخاصه اقصد فيما يتعلق في طمانه المواطن التركي قبل الانتخابات، وخاصه فيما يتعلق بالاقتصاد وتعافي الاقتصاد. ايضا دوليا وخارجيا، ما فرص نجاح تركيا بتجنب تداعيات الحرب الاوكرانيه؟ هل الوقت يعني مناسب حقا لحسم ملفات عالقه كما حصل باتفاقها مع السويد وبخصوص الملف السوري ايضا؟ يعني اتصور اعتقد تركيا خاصه خلال تقريبا العام الماضيين نجحت وحققت انجازات كبيره، ان كان في اخرها تحدث عن الحرب الروسيه الاوكرانيه، هناك الوساطه واكبر دليل ما حصل قبل ايام كانت قمه تركيه روسيه اوكرانيه في اسطنبول، وتم اتفاق يعني على ايجاد حل لهذه الازمه. الاسبوع المقبل هناك اجتماع اخر. اعتقد هي النجاحات تضاف الى النجاحات التي تحققت خلال الفتره الاخيره الماضيه، وقوف تركيا على مسافه ما بين روسيا من جهه واوكرانيا من جهه، هو عزز من مكانتها لدى البلدين اقصد روسيا واوكرانيا، وحتى مع دول حلف الناتو المتحدة الأمريكية كسبت هناك يعني العلاقات التركية الأمريكية عادت نوعا ما إلى التعافي، على الرغم من أنه قبل تقريبا وصول الرئيس بايدن إلى السلطة شاهدنا هناك توتر كبير في العلاقات التركية الأمريكية. لذا أعتقد أن الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة التركية خلال العام الماضي أو العام ونصف الماضي كانت هي دقيقة وحساسة للغاية، ولكنها حققت نجاحات، والنجاح تمثل وتجسد في الخطوات التي أقدمت عليها في الأزمة الأوكرانية الروسية. أخيرا، أمام هذه التجربة أيضا التي عاشها الأتراك في 15 من تموز، إلى أي مدى هم مطالبون بالحفاظ على هذه التجربة الديمقراطية وسط بعض ردود الفعل الدولية التي ساندت الانقلاب حينها ولا تريد استمرار هذه التجربة الديمقراطية في تركيا؟ يعني اتصور اعتقد يعني اليوم نزول يعني الشعب التركي الى الشارع وايضا الاحتفالات المستمره هنا وهناك هي دلاله واضحه على ان تركيا سوف تحافظ على الديمقراطيه، على الرغم من ان هناك كانت محاولات جرت خلال السنوات الماضيه واخرها في 15 من تموز. الشعب التركي هو تعود على الحريه، تعود على التعدديه والديمقراطيه، لذا اعتقد لن يقبل في يوم من الايام ان تكون هناك عوده العسكر الى السلطه من جديد وعوده الانقلابات، خاصه بعد ان تذوق طعم الديمقراطيه خلال الفتره الاخيره الماضيه. اذا شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول طه عودة أوغلو الكاتب السياسي التركي.